كون ان انا اعدل الدستور يبقى انا بعترف بالنظام اللي حط الدستور ده، وهذا منافي لابسط قواعد ومفاهيم الثورة اللغوية حتى. اسقاط نظام يعني اسقاط دستور. لجنة الخمسين لا تمثل الثورة باستثناء عضو او عضوين منها، وفيها في الاحتياطي بتاعها انسان متهم وشخصية كبيرة من شخصيات الحزب الوطني في العهد البائد اللي هو رئيس حزب بنها المحلي، وإن شاء الله احنا مكملين، الثورة مستمرة ولن نتوانى، وحنصعد الموضوع وحنعمل قضية في مجلس الدولة، ولن نرضى بالذل بعد اليوم، لن نرضى أن أحد يخدعنا بعد اليوم.